طبعا ليا الشرف وعظيم الشرف يعني ان انا اتكلم عن اسطورة من اساطير كرة السلة في مصر وفي النادي الاهلي. يعني احنا دايما واحنا صغيرين وحتى لما كبرنا كان نسمعش عن غير عن ناس معينة كده بالاسماء منهم اساطير. فانا بتكلم طبعا عن اسطورة مصر وافريقيا والاولمبيات وكاس العالم. ويعني انا مهما اتكلمت ومهما قلت مش هيبقى فيه كلام يوفي حقه كابتن محمد سيد سليمان السلعاوي او السلعاوي. هو طبعا مهما فعلا الواحد اتكلم عنه وعن انجازاته وهداف لوس انجلوس ومن اجمد اللعيبه واحسن اللعيبه اللي كانت في تاريخ مصر ويمكن 3/4 مصر لغاية دلوقتي فاكرة بعض الأسماء منها. كابتن طبعا السلاوي اللي هو بالنسبة لنا كلنا أسطورة وإحنا كلنا يعني بنتشرف إن إحنا يعني حتى لو ما عاصرناهوش كلاعب أو ما لحقناهوش إن إحنا بس حتى نشوفه ونسلم عليه ونتصور معاه. وهو فعلا حاجة لينا قيمة وقامة كبيرة يعني مهما اتكلمنا عنه زي ما قلت مش هنلاقي كلام يوفي حقه. ربنا يديك الصحة كابتن سلاوي ودايما كده يعني نحاول نمشي على خطاك ودايما تبقى زي يعني مثل أعلى لكل لعيبتنا ولكل ولادنا وشبابنا إن ممكن يبقى في حد لعيب مصري يبقى هداف أولمبيات وأحسن لاعب في مصر وهداف يعني ليه تاريخ كبير ويعني فعلا انا يعني مش لاقي كلام اقوله غير ان ربنا يديك الصحة وتفضل كده دايما بينا ودايما محطم الارقام ونسمع عنك كل خير باذن الله. ويعني فعلا شرف كبير قوي ان انا اتكلم على كابتن السلاوي. تقول لي الكابتن طارق غنام اقول له ان انت من احسن لاعبي مصر وفعلا انا يا قريب لعبه اللعب جدا جدا وهو قريب لقلبي جدا وهو ابن برضه اسطوره كابتن طه الغنام يعني وهو دلوقتي مدير فريق الدرجه الاولى وعامل شغل كويس ومركز في الموضوع يعني وربنا يوفقه ان شاء الله واشكره على الكلمتين الحلوين. طب انت في احيانا بعض الناس تقول لك ايه المدير الفني ساعات لما بيبقى كبير وليه ابن فبيجامله يحطه معاه بيأهله عشان يبقى يمسك في اي حاجه، انت شايف دي الجزئيه دي ازاي؟ يبقى في مجامله من بعض المجالس الادارات. انت عارف انا عاوز اقول ايه؟ لا انا مدرب وعندي ابني، يعني في كابتن طارق العاشري وعنده ابنه فبيأهله ويشتغل معاه، في كذا مدرب من المدربين، انت شايفها ازاي دي؟ أنا هل دي حبهاش. مجاملات ولا فيش الكلام؟ ما احبهاش يا كوتش. ما تحبهاش؟ ما احبهاش لاسباب. لان انت في وقت من الاوقات انت كده بتخلص على الولد مش بتساعده وانت اللي هتتحاسب. وبعدين لا كمان الولد ممكن يكون كويس جدا 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 ويكون مثلا الكابتن فلان الفلاني ده الناس ما تحبوش. هتظلم ابنك. ده حقيقه. يعني انت هتظلمه ليه؟ يعني ما تخلي سيبه الولد هو اللي شق طريقه. انت في وقت من الاوقات بتساعد بتوجه بتنصح بتقول لكن انك انت تفرضه لا دي ضرر للولد اكتر من الاب. وكل اب طبعا بيبقى عايز ابنه احسن منه كده مش عاوزه كلام. بس المجاملات دي ممكن تكون في مراحل سنيه صغيره مش تدريب كمان لعب. لكن لما بتتصور رؤوس بقى خالص او بتبقى فوق المراحل بتبقى صعب جدا. توقف بقى طبعا صعب بقاء للاصلح. طيب احنا وصلنا للقضايا العامه وهنتكلم بقى هنا على نقط مهمه جدا وعاوز منك الرد فيها يكون قاطع. التحكيم لما دخل فيه الفار في كرة السلة هل تعطل من رتم المباراة وسرعة المباراة؟ هو مش زي كرة القدم يا كوتش. هو في الباسكت الحكام ما بتعدش الا لما المدير الفني يطلب. المدير الفني نفسه يطلب. طب ما كل مدير فني مش عاوز يخسر. كل مدير فني ليه اتنين. مرتين بس. والحكام لو عايزه تعيد يبقى في كوره مشكوك فيها او اتنين الحكام او في الباسكت في 3 حكام دي ما بتعطلش اللعب.